بيبقى مناسبة سعيدة جدا إن إحنا نبقى متواجدين في موقع من مواقع سكن كل المصريين، وعلى الأخص المشروعات اللي بتخدم الشباب والفئات محدودي الدخل. والحقيقة النهاردة إحنا موجودين في مدينة أكتوبر الجديدة، وكان من فترة كنا موجودين مع بعض في مدينة السادات وحدائق أكتوبر، وقبلها في العبور الجديدة وحدائق العاصمة. والنهاردة الحمد لله الحلم اللي يعني كان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلقه منذ بضع سنوات، بإن إحنا نبني 1,000,000 وحدة سكنية لشبابنا وللأسر محدود الدخل، اتحقق أو بيتحقق خلاص وبينتهي. فالنهاردة يمكن زي ما يعني تم العرض علينا، الحمد لله 1,000,000 وحدة النهاردة يعني خلاص كلهم يا إما اتنفذوا طبعا وتسلموا، أو جاري تنفيذ جزء منهم، وبنتكلم على فترة بسيطة ويكون اكتمل هذا العدد. هذا المشروع أعتقد من أعظم المشروعات اللي تبنتها الدولة المصرية في خلال العصر الحديث، ومهما كانت ظروف الدولة هذا البرنامج سيستمر، لأنها بيخدم قطاع مهم جدا من شبابنا، وبيحل معضلة ومشكلة كانت من عقود طويلة كانت كابوس لكل الأسر، وهو إيجاد سكن ملائم ومناسب وحضاري لكل أسرة. النهاردة الحمد لله قدام حضراتكم المنظر اللي احنا موجودين فيه ده بقى موجود في كل حتة في مصر، مش موجود في القاهرة ولا اسكندرية فقط، موجود في كل مصر من أسوان لغاية اسكندرية ومن سينا لغاية مطروح. الحقيقة يمكن أنا حابب إن أنا النهاردة إن أنا أتكلم مع حضراتكم وأعلن مجموعة من القرارات المهمة اللي تم توقيعها اليوم. الحقيقة يمكن طبعا إحنا بنتابع كحكومة كل موضوع أسعار السلع الأساسية، فعشان كده الحقيقة كان في هناك خطوة استراتيجية إن إحنا نبدأ بمجموعة من السلع الاستراتيجية اللي بتمس حياة المواطن، عشان هي دي تبقى المرحلة الأولى، وبأكد المرحلة الأولى. ايه هي هذه السلع اللي احنا حددناها اللي في قرار رئيس الوزراء اللي صدر اليوم؟ سكر، رز، زيت الخليط، الطعام، الفول، اللبن، المكرونة والجبن الابيض. 7 سلع رئيسية احنا نعي تماما انها بتمس حياة المواطن اليومية، وبرضو دي بتؤثر في التضخم اللي بيحصل في الدولة. بموجب هذه ان انا اعلنتها كسلع استراتيجية بقت بتخضع للمادة 8 في قانون جهاز حماية المستهلك، ان لا يجوز باي صورة من الصور اجراء اي اجراءات او ممارسات احتكارية ولا اخفاء ولا عدم بيع لهذه النوعية من السلع اللي احنا اعلناها. وفي عقوبات واضحة جدا في قانون جهاز حماية المستهلك على هذه الممارسات الغير محمودة اللي ممكن تحصل طالما ان انا اعلنت كرئيس وزراء ان سلع استراتيجية. من هذه اللحظة بمجرد اعلان انها سلع استراتيجية بقى اي اجراء او ممارسة غير محمودة من بغرض الاحتكار او الاخفاء لها عقوبات.